الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني في مشاركة له، لازلنا نحاول الاتصال به. وأيضا معي السيد مروان الدرقاش عبر، نعم الآن سماحة المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني. السلام عليكم شيخنا ومرحبا بك، ونترك لك المجال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن صادق بن عبد الرحمن الغرياني للتعليق حول هذه الانتصارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله الحمد والمنة، الحمد لله أولا وآخرا، وما النصر إلا من عند الله. الحمد لله على النصر المبين الذي تحقق لنا في هذه الأيام. تتوج صبيحة هذا اليوم بتحرير مدينة ترهون مع العصابات المجرمة، عصابات الحرابة، عصابات الضلال والظلم. الله عز وجل خذلها وأخزاها ففرت مدبرة تجر ذيول الهزيمة والخيبة والذل، ومعها كل من ساندها، وعلى رأسهم دويلة الإمارات المارقة التي لم تأل جهدا في قتل الليبيين وكذلك في قتل غيرهم من الشعوب التي نراها الآن في بلاد مختلفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع ملك حكامها ويبدلهم خيرا منهم. وإني أتقدم بالشكر والتقدير للأبطال الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء في جبهات القتال، سواء كانت على أبواب طرابلس أو في المدن الغربية أو في بوغرين. على الرغم يعني طول هذه المدة، وهي أكثر من عام الآن، على الرغم من شدة المعارك وقسوتها والقلة والفاقة وقلة العدة، لقد يعني تجسم قول الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لأننا إذا قارنا ما بأيدينا وما بأيدي العدو لا نجد وجها للمقارنة. الدول الكبرى وعلى رأسها الدول العربية ومصر يعني الإمارات والسعودية والأردن، أساطيل يعني جوية مستمرة طول هذه السنوات، وهي ترسل العتاد والدخيرة والمرتزقة وكذلك البواخر والبوارج إلى غير ذلك. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. فأحيي الأبطال على شجاعتهم، وأن النصر الذي كتبه الله لنا هو كان بسبب صبرهم ومصابرتهم وجهادهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الأجر للأحياء الذي وعدهم به، ويكتب الشهادة لقتلاهم. فإن الفريقين وعدهم الله تبارك وتعالى بالأجر. قال الله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يقتل يموت ونرجو له الشهادة، أو يغلب وينتصر كما هو الحال اليوم، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر عظيمة. وعده الله عز وجل بالأجر العظيم. كما تقدم
بالتحية والتقدير لأهالي الشهداء الأبطال الذين قتلوا في هذه المعارك وفي غيرها من المعارك السابقة. أحيي كل أب وكل أم وكل زوجة فقدوا عزيزا عليهم. أحيي الأب الذي فقد 5 من أبنائه والذي فقد 4 والذي فقد 3 والذي فقد ابنه الوحيد. أحيي الأيتام الذين ودعوا أباهم صباحا ليرجع لهم بالهدية ويحضنهم فرجع إليهم جثمانا. أحييهم جميعا وأقدر مأساتهم وأعيش حرقتهم وحرمانهم. أسأل الله في عليائه أن يبرد أكبادهم وأن يجبر كسرهم وأن يعوضهم في أعزتهم خيرا ويتقبل من مات منهم ويعوضه عن هذه الدنيا الفانية الجنة ويجعلهم منها الفردوس الأعلى. كما أحيي وأقدر وأشكر كل من أسهم في هذه المعركة بأي جهد من الجهود. أحيي الساسة المخلصين الذين قدموا العون ووقفوا في وقت من الأوقات مع الجبهات. وأحيي القادة قادتهم وأحيي كل من أسهم معهم في أي ميدان من الميادين، من قدم الدعم بالمال من التجار ورجال الأعمال أو قدم الدعم المعنوي بالكلام أو بالدعاء أو يعني إعداد الطعام وبتزويد الجبهات بما تحتاج إليه من السلاح والتحشيد وجمع الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم جميعا الأجر الذي وعدهم به، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كما أحيي الدول الشقيقة التي وقفت معنا وعلى رأسها دولة قطر الشقيقة ودولة تركيا الشقيقة، فإن تركيا منذ 3 أشهر دخلت بثقلها معنا في المعركة ورئيسها كان يعني شغله الشاغل هو حمل القضية الليبية في المحافل الدولية، وهو مؤهل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده توفيقا ويمكن له وينصره بالحق وينصر به الحق، فإنه كان خبيرا في ألعاب الدول ومتمرسا وكان يدير قضيتنا على أحسن وجه وعلى أكمل وجه، وهو لا يزال يعني مصمما على أن تتحرر جميع ليبيا جميع أجزائها، وتبين ذلك في المؤتمر الصحفي الذي كان أمس بيننا وبينه في أنقرة، فهو مصمم على أن يتحرر جميع التراب الليبي ولا يقبل يعني انتصار مجزأ. وأريد في هذه المناسبة أن أوجه رسالتين مهمتين للسادة الأبطال المجاهدين الثوار المقاتلين والجيش الليبي والضباط الذين معهم وكل من أسهم معهم بالسلاح، أن أوجه لهم رسالتين. الرسالة الأولى أقول لهم إن الذي انتصرنا فيه إلى حد الماء الآن هو معركة، ولا تزال أمامنا معارك، معارك كثيرة، فلا يمكن أن تقبلوا
بنصر في معركة واحدة، فإن النصر إذا لم يكتمل فإنه ينتكس علينا بخسارة كبيرة، وقد جربناه في السنين الماضية. أعلنا التحرير بعد 2011 قبل أوانه، فجر علينا حروبا، كل حرب منها نخسر من خيرة شبابنا وفردات أكبادنا، يعني في مقتبل أعمارهم نخسر منهم الأعداد والأعداد، وهم ناس كثير منهم مؤهلون، ولا نستطيع أن نعوضهم في وقت قصير. فحذاري حذاري أن تقبلوا بانتصار الناقص، لابد الانتصار أن تكملوا المعركة إلى آخرها، ولا تكتمل المعركة ولا يكتمل النقص إلا بالآتي: أولا، لابد أن تجمعوا كلمتكم الآن وتوحدوا صفوفكم، ولا يدخل بينكم أهل الأراجيف والفتن ليبغض بعضكم إلى بعض بسبب غنائم أو بسبب جهوية أو بسبب قبلية. لابد أن تكونوا في مستوى التضحيات وفاء لإخوانكم من الشهداء الذين فقدتموهم، لابد أن تضعوا هذا نصب أعينكم. ولا يتم النصر إلا إذا تتبعتم الفلول وتتبعتم المجرمين القتلة السفلة الذين فعلوا كل ما يقدرون عليه للإمعان في سفك الدماء. هؤلاء الذين هم فروا الآن إلى بعض المناطق، بن وليد ولا العربان ولا الأصابع ولا يعني المنطقة الوسطى ولا كذا، هؤلاء لابد أن تلاحقوهم، لابد أن تقبضوا عليهم، لابد أن تقتصوا منهم، فإنهم والله إلى آخر لحظة حتى وهم هاربون حتى وهم فارون يحاولون ويمعنون ويبذلون قصارى جهدهم لأن يقتلوا منكم أكبر عدد ممكن. هم ليسوا بغاة متأولين، بل هم محاربون، هم قطاع طرق، هم يعني يصدق فيهم قول الله تعالى يعني بالقتل والصلب والمتابعة والنفي من الأرض إلا لمن تاب قبل أن تقدروا عليه، إلا إذا جاءوكم تائبين قبل أن تقدروا عليهم. هم قطاع طرق، رأيناهم في منطقة الهضبة التي استولوا عليها حتى أسلاك الكهرباء في الأعمدة كلها سلوها، وعاملين مصنع في بعض المزارع يصهرون هذه يعني الكوابل، يمنعوا النور عن الناس ويسرقوا ويقطعوا الطريق، يصهرها ويصدرونها. مجرمون، آخر شيء يخطر على بالك في الإجرام أن جثة من قتلاهم يعني تحتها لغم. جاء طبيبان رحمهم الله وتقبلهم في الشهداء، حاولوا أن ينتشروا الجثة يعني وهو عمل إنساني، فانفجر فيهم اللغم فماتوا. هؤلاء لا تتساهلوا معهم ولا تتهاونوا معهم، وليس في هؤلاء نزل قول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لا أبدا، آيات القرآن لابد يعلمها أهل القرآن، لابد أن تنزل كل آية تنزل منزلتها، فلا يتضارب القرآن. هؤلاء نزل فيهم آيات أخرى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. معنى من لم يتب لابد أن تتابعوه وتقتص منه وتقتلوه. هؤلاء الذين قال الله في من يتابعهم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
يعني لابد من الانتصار عليهم ولابد من قطع دابرهم، لأن المجرمين إذا تركتوهم مش معناه أنهم سيبحثون على الصلح ويلقون سلاحهم ويقولون سلام عليكم، لا أبدا، إنكم إذا تركتموهم سيعدون لكم حربا قادمة أشرس من الحرب التي خطموها، فلا تعيدوا يعني الخطأ الذي وقع منكم في الماضي. هذه المدن التي تأوي الفارين لا يحل لها شرعا أن تأويهم، ويجب أن تبلغ عنهم، وكل مسلم منهم يقول لا إله إلا الله مطالب شرعا وديانة أن يبلغ عنهم، ولا يجوز أن يتستر عليهم، فمن تستر عليهم فهو ملعون بلعنة الله، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما لا يقبل منه صرف ولا عدل؟ لا يقبل منه يوم القيامة اعتذار، ولا تقبل منه فدية يقدمها باش يفدي بها نفسه، ولا تقبل فيه شفاعة من شفيع. معنا مسكر عليه جميع الأبواب. من يأوي هؤلاء المجرمين والظالمين والفاسقين والمحاربين وقطاع الطرق الذين غرقوا في سفك الدماء، هذا هو جزاؤهم الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهناك رسالة أخرى أقولها لهؤلاء الأبطال، إنكم الآن انتصرتم، والمنتصر تأخذه نشوة، فلا تأخذكم النشوة وتتجاوزوا حدود الله وتقعوا في الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، والظلم يؤذن بخراب الديار، فكل مدينة تدخلونها سواء ترهون ولا العربان ولا بن وليد، لا تعتدوا على الآمنين ولا تنتقموا من الناس ولا تدخلوا البيوت بغير إذن ولا تسلبوا ولا تنهبوا ولا تفعلوا شيئا من ذلك، فإن الله مختبركم، إن الله مستخلفكم في الأرض فناظر كيف تعملون. ولما يمكنكم ويستخلفكم في الأرض هو ينظر ويراقب كيف أنتم تعملون، إن أصبتم وأقمتم العدل مكة لكم وزادكم نصر، وإن فعلتم غير ذلك تزع منكم النصر. فاحرصوا على رفع الظلم على الناس، ولكن لا تتساهلوا في استتباب الأمن، هذا شيء اكتبوه بالخط الغليظ واعرفوه واحرصوا عليه. يعني هناك بعض الناس يسوقون لكم، وربما حتى بعض السلطات وبعض السياسيين يقدمون لكم أناسا هم الذين سيتولون الحكم في مدينة الأصابع ولا المجالس المحلية في العربان ولا المجالس المحلية في ترهونة، لابد أن يكون تحت رقابتكم، تحت بصركم وسمعكم، أنتم تعلمون من يصلح لهذا. إذا مكنتم أعداءكم، هناك أناس كثيرون في ترهونة خونة، هم عملاء لا شك أن فيها ناس أخيار وناس فضلاء وناس أهل علم وناس أهل فضل، لكن فيها ناس جواسيس وأعين لهؤلاء الكنيات المجرمة، فلا تمكنوهم من يرجع إلى ترهون ويحكم الجهات الإدارية فيها، لابد أن تختبروا القوائم التي تقدم إليكم، وأهل ترهون فيها ثوار وفيها مجاهدون وفيها ناس فضلاء، هم الذين سلموا إليهم أمر ترهون ويتولون أمرها. ولا تفرطوا، لا تستعجلوا تخرجوا من البلاد وتمكنوا من ترهون ناس مجرمين، فإنه لا تمضي أيام في هذه الحالة، وإلا وهذه الفلول من الكانيات وغيرها اللي هربت الآن بالسلاح والسيارات سترجع وستسبب لكم المآسي بعد ذلك. القضية الأخيرة التي أريد أن أقولها لكم يا أبطال، يا مجاهدين، يا أهل الحق،
يا مجاهدون، يا أهل الحق، يا من نصرتم الدين ونصرتم الأمة وتحملتم، أقول لكم لا تخرجوا زي ما يقول الناس من المولد من غير حمص. لابد أن تجمعوا كلمتكم وتوحدوا أمركم وتثبتوا وجودكم وتفرضوا وجودكم، ويكون لكم كيان، يكون لكم كيان معترف به تحت السلطات الرسمية في الدولة، الجيش أو الشرطة أو غيرها، وتقومون بأعمالكم على أحسن الأحوال، ويسل لكم قانون يحفظ حقوقكم جميعا. لا ترجعوا إلى بيوتكم فتضيع حقوقكم، مات منكم من مات، هذا إذا فعلتم ذلك فإنكم فرطتم والله في إخوانكم من الشهداء. الوفاء بدماء إخوانكم الذين حقق الله لكم النصر بعد أن أرووا ميادين القتال بدمائهم، يعني النصر لم يتحقق لكم بسهولة، فلابد أن تحسبوا لهذا حسابا، ولا تخرجوا من الميدان ولا تسلموا الأمر إلا وقد جعلتم لأنفسكم كيانا أيا كان اسمه، حرس وطني غير ذلك. الحرس الوطني هذا الآن حتى في أكبر الدول في أمريكا وفي غيرها ترون أن الدول تعمله، وهو الذي يحفظ الأمن لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيكم خير الجزاء، ويتم علينا وعلى المسلمين الخير والنصر والتأييد، ويرفع عنا الظلم وفساد المفسدين وظلم الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، صلى الله وسلم. ونشكرك شكرا جزيلا سماحة المفتي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الغرياني، كنت معنا في التعليق حول هذه الانتصارات التي تحققت بأيدي أبطال